إذا بسمارت تي في عندك أي تطبيق علق شاهد يوتيوب اس دي سي تي في أيا كان، فلا بد من حذف ملفات المؤقتة. زي عندي الحين اس دي سي تي في كل ما أخشه ما يرجع لي نفس القناة اللي كنت شايفها أول، يوديني القائمة الرئيسية، راح للسيتنج. طبعا هذا تلفزيون سامسونج، تلفزيونك أنت يعني يمكن يختلف الإعدادات وطريقة لكن نفس الفكرة. نيجي لما الديفايس كير نضغط تراي ناو، إذا كان تلفزيونك سامسونج، إذا مو سامسونج عاد تعبث وبتلقى شيء للحذف. نبي ننزل لم مانج ستورج، بعدين بروح للسي سي تي في، أبلقى هنا أضغط فيو ديتيلز وباجي لم الخيار هذا. زين بحذف الملفات المؤقتة، خلاص كده يرجع التطبيق 100 100 نفس الطريقة لجميع التطبيقات عندك.